احنا كشباب مصري بنحس بدورنا المهم جدا في استحقاق مهم جدا زي الاستحقاق في التعديلات الدستوريه. وانا لفت نظري في الاعلان قبل الحلقه، معظم الاعلانات اللي موجوده في الشوارع دلوقتي بتحث الشباب وكل الفئات على المشاركه، انزل قول رايك شارك، محدش بيقول له قول نعم او قول لا. طبعا كل واحد حر في وجهه نظره، لكن ده استحقاق مهم جدا يتوجب علينا كلنا اننا نقف ورا بلدنا في وقت صعب جدا، الناس كلها بصلنا. الى جانب انه ده ليه دكتور مهم؟ ليه مهم المشاركه ومهم التصويت سواء نعم او لا؟ ليه مهم المشاركه؟ خلينا نبدا الاول في مشروعيه الحدث اولا. يعني هل الامر ده طبيعي ومشروع ولا في لغط او في مشكله عليه؟ هو الامر طبيعي جدا ومشروع بحكم الدستور. نعم. حكم الدستور المادة 226 بتنص على انه لرئيس الجمهورية الحق او لمجلس النواب، عدد مجلس النواب 5 تقريبا، يتقدم بطلب لتعديل الدستور. اذا فالمشروعية في تعديل الدستور ده امر طبيعي جدا وامر متاح جدا، خصوصا ان هناك دول كثيرة جدا قامت بتعديل الدستور اكثر من 20 مرة. على سبيل المثال فرنسا عدلت الدستور بتاعها اكثر من 24 مرة. أمريكا كان هناك مناداة بأكثر من 7000 مقترح تعديل الدستور وتم الأخذ ب 27 واحد منهم بعد فلترة 33 وهكذا. إذن كمشروعية وكإجراءات هي إجراءات سليمة جدا وإجراءات صحيحة وحق مشروع للبرلمان اللي تقدم أعضائه 155 عضو أعتقد. نعم. من برلمان بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، وده أمر مش جامد. ده الشق الأول اللي هو مشروعية الحدث. ليه هنشارك؟ لأنه هناك مكتسبات كثيرة جدا في الـ 12 مادة المقترح تعديلهم، ويجب علينا إحنا كشباب مصري وكفئة مهمة جدا من الشعب إننا نبصر الناس بهذه المواد ونبصرهم بالفايدة بتاعتها، علشان أنت كمواطن تقدر تقول نعم أو تقدر تقول لا. طيب.